يعطيك العافيه يا سلامه. اشوفك مرتبشه في المطبخ وتحاولين تخلصين كل شيء قبل موعد الفطور. لكن انتبهي، كثير من الحوادث الطارئه تصير اثناء اعداد وجبات الفطور والسحور بسبب قله الانتباه والاستعجال لانهاء الطبخ قبل المغرب. الدراسات تشير بارتفاع نسبه الحروق المنزليه خلال فتره رمضان بسبب عدم التقيد للنصائح اللي تعد معيار هام للسلامه، مثل التروي في اعداد الطعام بوقت كافي وتجنب الازدحام في المطبخ ووجود الاطفال. لكن لا قدر الله في حال وجود حروق فيجب الالتفات لها فورا وتداركها. فلو كانت حروق من الدرجه الثالثه لازم تتصلون بالطوارئ فورا. اما الحروق البسيطه من المياه المنسكبه او تضاير الزيوت او غيرها فاستخدمي الماء البارد فورا لتخفيف الالم. وابتعدي عن وصفات معجون الاسنان والطماط لانها تؤدي لتفاقم الحاله. ولا تنسين تستخدمين مراهم الحروق مع تجنب تغطيه المنطقه المصابه. دائما يا سلامه ابعدي الاطفال عن دخول المطبخ ولا تمرين سوائل او طعام حار من فوق رؤوسهم عند تناول الوجبات. مبارك عليكم الشهر وعساكم دوم بصحه وسعاده.